البارح خليتكم في اخر حاجه كنا كنديروا هي كنا كنشطحوا في الحنه ياك الحوايج اللي ما عرفتوش اللي ما قلتوش لكم البارح نعاودهم لكم دابا. المهم البارح فاش دينا الحنه ديال بنت خالتي واحد المره كتسكن كنا في دار جدي في الحي المحمدي. واحد المره كتسكن في عماره ديال فين كاين دار جدي كتسكن في الويتيام ايطاج وقيله ماتت مسكينه الله يرحمها في النهار. وفاش جاو عندها عائلتها كيدقوا عليها ما حلاتش ليهم شو عيطوا للبوليس وعيطوا للناس شوف شي في داك التخربيق شوف شي في نتوما عارفين وما حبتوش خا كيوصلوا. المهم ولقاو مسكينه ماتت الله يرحمها وما كملناش الشطح ديالنا وداك الشيء غير كلاو الناس. من بعد مشينا لدار خالتي وحده اخرى كتسكن تقريبا حدا دار جدي ومشينا ليها تماك وكملنا الشطح ديالنا وداك الشيء صافي. وراها وراها رجعت لدارنا عيانه معش زعما معطلين اصلا هاد صفات الفراخ. المهم هاي الحنه كصبحات ليا انا راه ما كنديرش الحنه كاع ما عرفتش كيفاش ترشقت لي البارح ودرت الحنه الكحله وتخمجت ليا والله. شوفوا انا نوريك شوف حتى هادي ما كتمشفش بحال الحل عاد كيبان بحال المداد شوف ناري انا ما ديرت حتى حاجه. المهم نتوما المهم صافي. والصباح فاش فقت مشيت لباب مراكش وانا نصيب شديت البيرو ديالي وانا نصيب صيبته عندهم تماك. ولكن هاد المره درت ليه اللصقه وكلشي غنخلي لكم واحد الفيديو ورا هادشي كيفاش كانت كتفاش صايبته ليا كيفاش زعما صايبته ليا باللصقه وداكشي كيفاش قطعاته. المهم هو ما مصايبش 100% ما فينيش انا فهمتي ما فينيش مزيان ولكن صافي طمار غنغمض عينيا نهار واحد وغيدوز. صافي صايبات لي بيبي هير وبوكلات ليا دارت لي واحد لاموس والماء لاموس والموجه بحال هكا. هاد البيرك شعر ديالي ناشيونال ونخلي لكم ستني خديتو لوف مي هير انا نوريكم بلاصتو. المهم كيجي فواحد الكارطونه بحال هكا كتكون كيكون فيها هكا الشعر وكيجي معاها كيجي معاها هادي باش فاش كدير البيبي هير ديالكم كيلصق بها كيلصق بها. المهم هاد الشعر راه ناتشورال باي ذا وي راه عندي منهم شي ثلاثه هذاك الكحل ليليس واللي بوكلي وقصير يعني تكونوا ديجا شفتو ما عندوش شي فيديو. كيجي معاها هاد لاطخوس انا نوريكم شنو كيكون في هاد لاطخوس. هاد لاطخوس كيتحل بحال هكا يكون فيه هادي على ود واش بغيتو تفرقوا بها ولا هادي وعلى ود باقي للبيبي هير باش كيتصيب. وكتجي معاها واحد اللعيبه اللي سو فانسي زوين عجبتني يعني انتما دابا كيبان لكم هذا بحال شي بزيطين عادي ولكن هي راه مرايا ماشي انتما راه مرايا كتبين زوين. المهم على ود بغيتي تهزها معاك في الصاك وصافي وما كتهرش ماشي بحال المرايات اللي كتقدر تهزها في الصاك ديالك تهرس ليك وكيوت صافي. هادشي اللي كيجي في هاد لابوط وهذا هو الشعر انا غادي ندير لكم 360 باش تشوفوا انا عجبني الصراحه ما كيبانش كيبان بحال ديالي فهمتي كيبان بحال اصلا هاد الفرخ مصدعنا. المهم خليكم معايا غادي تماكي لي عيشه صاحبتي غتماكي لي انا وماما
وخوالاتي وغادي نخليكم هما دابا ما كاينينش مشاو يجيبوا خالتي فاش غادي يجيبوها ويجيو باش ندور الماكياج غادي نصور لكم. المهم ما تخافوا ما داروش هذاك غير الظهر ديال بنت خالتي مسكينه اصلا عادي هذه العائله هادشي الا ما طراش في عائلتنا في من غيطه اين عائله غيطه ما نيناش شي حاجه اخرى كنت باغا نقول لكم حاجه اخرى انني شعري علاش باش تصايبوا في مراكش ما كنتش معاونه نصايبوا في مراكش كنت معاونه نصايبوا في محمديه في فيلا ايمي عند ديك صاحبتي اللي شفتو في الفلوق ديال الحمام مشيت عندها هذيك عندها واحد البنت سنغاليه كتصايب بفار وشعر داك الشيء واعر خطير ولكن اليوم كانت مريضه وما جاتش اصلا الصالون شي سيمانه ماشي سيمانه وين من نهار اخر مره خدمات لينا حنايا ما جاتش الخميس وانا لا الاربعاء من الاربعاء ما جاتش للخدمه وما كايناش ديك داكشي اللي صايبته في مراكش واخا ما صرعوش ليا كما بغيت كما كنت متوقعه ولكن صافا غندوزو به النهار وغنجي نشوفو نتوما مشى ما ماشي مزيان 100% ولكن صافا المهم ما نحناش خايفين خليكم فاش نبدا الماكياج نرجع عندكم جاهدون يا اطفال واحد جوج كذا شوفوا بعد التكشيطه دابا غنوريكم وجهي كيفاش اعوذ بالله ام لازمك شوفوا دابا الماكياج ديال اليوم ما قالت لي عائشه صاحبتي غنخلي لكم باج انستغرام ديالها هنا ما قالت لي والماما والخالتي وغتماكي البنت خالتي وغتماكي المرات خالي وغتماكي صاحبت ماما مسكينه ما قالت لينا كاملين اليوم اجا خالتي نزا وريهم المكياج صبرت تلبس خالتي نزا تكشيطه ونوريكم كي جات اشوفوا والله الا عجبني عايزين بسنات الزهرة سناك أو صب شو ندير أمينة مامي
Thank you.
والله ما سالينا ملي دخلنا في النص الصيح والريح، ولكن اللي سالى معايا واحد فوتوغرافر ما نقولش لك واش راه ما يمكنش. انا سميتها شويه غنبارطاجي تصاوري في الانستغرام ديالو ديال ايه ياكم، وغادي تشوفوا راه بروفيسيونيل. ما كيما نقول انا بعدا اول مره نشوف هذه عندهم واحد ثلاث توبين كيسميوها توبين ياك سميتها فوتوبوت، سميتها الفوتوبوت. شرح لي ما خويا انا اول مره فوتوبوت هي واحد لا طابل كدور 360 كيطلع فيها العروسه ولا العروسه لي زانفيتي، كنديروا التليفون فيها او لا كاميرا او لا جو برو، كتشدو 360 بيان سور في المونتاج كيكون ديجي ملاص. المهم راه ضروري اي غادي دير شيري في الانستغرام دخلوا ديروا اللايكات وما تنساوش دخلوا ليا عند خويا حمزه طوندونس فيزيون. لا انا عندي تومي ايوب تومي ولا زهير تومي، عندي بجوج بهم دخلوا زهير تومي غتشوفوا شي تصاور الصداع. وانا قلت لكم غنبارطاجي معكم تصاور، ما عمري انا مشيت لشي عرس وتصورت بهذيك الطريقه. هانتوما هذه هي ديك الترومبيه اللي قال لكم، انا ما عرفتش سميتها انا خويا بلديه، هذه سميتها الترومبيه. غادي نطلع انا هنايا وغادي تبقى هذه الدور وتصورنا كيف نشوف الفيديو. المهم راه يقدروا الفيديو يجي طويل على هذا السبب، الفيديو غادي يجي طويل. وتقولوا لي كيفاش غادي يجي؟ لا ضروري غادي يجي فيه بلاتفورم فور الميكاب. الميكاب باي عيشه باي عيشه. اسمعني غا قول لي انتم انا كي جيتكم هانتم هانا ونقول لكم هذا راه ماكياج عنده سريع، درنا ما عرفتش نص ساعه ولا غير بالزربه ما شاء الله عليها ما عندي ما نقول. حاجه اخرى غادي تدخل دابا معنا واحد شويه الدوره ديال العميريه لالا، درناها في الصحراويه عرفتي حاجه زوينه واحد الكافه ما شاء الله. المهم غتكون جوج فيديوهات غتكون جوج ستوريات ما شاء الله، كتحمق حمرت لينا وجهها وجهنا بارك الله فيك ماليا كبركم منا. شكرا 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 شكرا، طلعتي لنا عروستنا غزاله كلشي كيشكر فيك كلشي كيقول الكافه واعر ما عندي ما ننسى لك ماليا في الانستغرام الكافه ماليا الله يعطيك الصحه ما شاء الله عليك. ودابا غادي نمشيو للدوره ديال الميده اللي حنا درناها صحراويه، نورمالمون كتكون رباطيه فاسيه اليوم ان شاء الله غتشوفوها معنا صحراويه. لو دابا نمشي نشوفو ديك الطرومبيه ياك اختي.
الى هنا تنتهي رحلتنا في عرس ابنه خالتي زهراء. السلام عليكم. احنا اختي اي مام. حنا وصلنا للدار. السلام عليكم. شوفوا سيدان والو كافي باقي. شوفوا تبارك الله تبع الماكياج. شوفوا انا عينيه. شوفي واحد الحاجه نسيت مول القاعه. اقسم بالله الى قاعه ديال الاسمر رياض الاسمر ديال فؤاد ما شاء الله لي بريستاتور كاملين ديالو الدراري ديالو ناضي صراحه مروا لينا وجهنا الله يعطيه الستر. راه نخليكم هنايا لاباج ديالو والله ما نعرف يوتيوب والله ما عرفت شنو عنده والله ما طلب منه ماشي كولابوراسيون ولكن راه يستاهل الشكر. لا هو لا النقافه ماريا الله يحفظها الله يحفظ لها بنياتها اللي واخا ما كايناش هي داروا خدمتهم على اكمل وجه. الله يعطيهم الصحه حمروا لينا وجهنا. توندونس فيزيون هضرنا لكم على الفوتوغرافر واخا نضل نشكر في دوك الناس واحد واحد. شكرا عايشه شاده لنا البيل دابا صافي وبسلامه عليكم وبويسه في الجيبه بويسه في الجبيهه.